فوز غير مرضي، لكن المهم الفوز. 3 نقط بيضمنوا لنا بشكل كبير ان شاء الله ان احنا نحط رجل في دور ال 16. عندنا كلام كتير جدا فنيا هنتكلم فيه، لان اذا كنا في مباراه نيجيريا لومنا على كارلوس كيروش وكان ليه نصيب الاسد من الانتقادات، النهارده بصراحه انا مختلف شويه. النهارده كنت لازم احس من اللعيبه ان في نخوه على قميص منتخب مصر. النهارده اللعيبه حاسس ان في شويه استهتار، في شويه تعالي، مفيش روح قتاليه، مفيش اصرار ان انا اخلص الماتش. الماتش متعلق لغايه الثواني الاخيره زي ما قلنا. منتخب اقل ما اقل كلمه ممكن تتقال عليه ناس طيبين قوي، غينيا بيساو. الشوط الاول وان سايد جيم لمنتخب مصر بصراحه، امور فنيه على اعلى مستوى، شفنا كل حاجه في الكوره بصراحه. فرد ملعب على الاطراف، شفنا كرات عرضيه كتير جدا من عمر كمال عبد الواحد وضربه راس لمصطفى محمد، شفنا في الدقيقه 2 تسديده لمحمد صلاح من العمق خبطت بالقايم الشمال وطلعت، شفنا كره اتعملت بمنتهى النظام وخرجت، خرجنا بيها من ورا لقدام بسرعه جيده من النني لمحمد صلاح، حطها في ظهر الناس لمرموش، مرموش ريحها في العمق اللي جاي من تحت مصطفى محمد، استلم وحطها ببطن رجله اليمين في القائم الشمال. يعني شفنا حاجات، شفنا تسديده من العمق من عمرو السوليه خبط في راس واحد من مدافعين غينيا بيساو مرت جنب القايم اليمين. فاذا شفنا كل حاجه ممكنه في الشوط الاول. كان شوط اول اكتسحنا الشوط الاول بالطول وبالعرض وعملنا كل حاجه ممكنه في الكوره، الا ان كان في شويه استعجال في اللمسه الاخيره في انهاء الهجمه على المرمى. الشوط الاول ما اقدرش الوم ولا المدير الفني ولا اللعيبه في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني سبت لهم مساحات. الناس زي ما قلنا ان الضغط العصبي عليك انت، الناس قسموا الجيم، لقوك مش عاوز تخلص، بدأوا يكتسبوا الثقة شوية. اول 10 دقايق بدأوا يمسكوا كورة، ما شفناهمش خالص في الشوط الاول. الشناوي لم يختبر في الشوط الاول، الناس ما دخلتش ال 18 عندنا في الشوط الاول. في الشوط الثاني لا، اختلف الوضع، بدأوا يتجرأوا على منتخب مصر، بدأوا يمسكوا كورة، بدأوا يروحوا على نص ملعبنا، وبالتالي بدأوا يطمعوا في الجيم. وهي دي الكورة، في الشوط اللي انت كنت تستحق فيه انك تسجل ما سجلتش، وفي الربع ساعة اللي انت مش هقول كنت اسوأ بالتأكيد، لان انت برضو هما الناس مسكت عليك كورة او ما هددتش مرماك لكن مسكت عليك كورة، لكن في الوقت اللي انت ما كنتش فيه كويس زي الشوط الاول قدرت تجيب جول من كورة. بعتبر الكورة 50-50، 50% الجول اللي يتحسب لعمرو السوليه اللي عامل تمريره ولا اروع في ظهر المدافعين لمحمد صلاح. وطبعا محمد صلاح زي ما بنقول الغالي ثمنه فيه هي واحده، ما كانش عاوز اكتر من كده، وهي على طول وهي نازله له الحمد لله لا قلش ولا حطها فوق ولا اي حاجه خالص، حاططها بوش رجله في زاويه صعبه لحارس المرمى اللي في الوقت ده بيتحرك في اليمين، لقاها في نص الجول يعتبر تحت ايده، لان الكوره دي لو محطوطه في اقصى الزاويه الشمال للجول الجول ممكن يفرد ايده ويطلعها، لكن ان هي تبقى تحت رجله دي بتبقى صعبه وبلغه الكوره كده مقرفه لحارس المرمى ان هو يتصدى ليها علشان نسجل هدف المباراه الوحيد عن طريق محمد صلاح اللي بعتبره واحد من نجوم المباراه. عندي جزئين هتكلم فيهم فنيا، الجزء اللي يخص المدير الفني والجزء اللي يخص اللعيبه. النهارده لو قسمت الامور 25% من اداء الشوط الثاني السيء في الشوط الثاني بصراحه يتحمله كارلوس كيروش، و75% يتحمله اللاعبين، لان زي ما قلت كنت محتاج ان انا اشوف حماس، روح، قتال، اصرار من اللعيبه اكتر من كده. حسيت ان في شويه برود، في شويه تراخي، في شويه تعالي، في شويه استهتار، وده كان ممكن يكلفنا حاجات كتير. شفنا كوره جورجينيو اللي وقعت قلبنا اللي من عمق لولا ان التسديده كانت في نص الجول،